بنديكم النهارده في يوم الايدز العالمي. وسام انا شايفه السلوجن اوقفوا الايدز، تاري كلكم شايفين وهتلاقوه في كل حته، اوقفوا الايدز حافظوا على الوعد. خايف على اخواتي وخايف على اهلي، خايف على مراتي واولادي لاسباب، يعني مش عشان انا خايف، لا انا خايف ان الناس لسه لغايه النهارده ما عندهاش الوعي الكامل تتعامل معاهم كناس عاديين. انا ما اقدرش اظهر وشي، في سكوت عليه. ومن هنا بنقول ان الفنانين يجب ان يكسروا هذا الحاجز، في حاجز صمت رهيب جدا، واعتقد انها بتبقى جريمه في حق المجتمع ان احنا نسكت وندعي ان هذا المرض مش موجود.